ركز معايا بقى كده حبيب قلبي، وتعال عليا كده علشان اقول لك. لو عندك طبلة كمبيوتر، مفتاح الكمبيوتر ده وضاع منك، في فيديو النهاردة هعرفك ازاي تفتح باب شقتك من غير ما تجرحه او من غير ما تكسره. طالب منك حاجة واحدة بس، تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة لو انت مش مشترك، الاشتراك عندنا مجانا. صلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات علشان انت تاخد حسنات وانا كمان اخد عليك حسنات، واستنوني بقى عند الفاصل. يلا اكشن يا محترف. ايه بتصور؟ يلا بينا. لا 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 مش هصور الفيديو ده خلاص. لا معلش بس يلا يا عم. لا مش هصوره. طب حكم الناس وشاهدهم يا عم. كل مره اعمل الفيديو ده او اعمل اتكلم عن فتح الباب، الناس تشتمني والناس تهزقني. طب انا خليني يا عم في الاختراعات والحاجات التانية دي، فكنا يا عم، ده ناس بتوجع القلب وناس مش عايزه تتعلم. طب في ناس تانية طيب ما لهمش ذنب. طب انا عايز دلوقتي صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي كل فيديو بعمله يا شباب، انا عايز بس احكمكم واخد رايكم. دلوقتي كل فيديو بعمله عن فتح الباب يقول لك انت بتعلم السرقه. انا عايزك بس توحد الله وتخليك معايا، يعني مش هاخد من وقتك دقيقه، او هنروح دلوقتي نشوف هنعمل ايه، كنا هنعمل الفيديو ده ولا لا. انا عايز اقول لك ان الحرامي او اللص او السارق مش مستني الفيديوهات بتاعتي حبيب قلبي، والله ما مستنيها. ليه؟ لان الحرامي بيبقى داخل عايز يكسر ويخش ياخد الحاجه بتاعته ويمشي. وبعدين الحرامي مش عنده، يعني مش هقول لك عنده اللي انا بعمله ده، مش هيقعد بالتكنيك اللي انا بقعد اعمله ده يقعد يفتح، لا ده عايز يخش ينجز على طول ويمشي. الاقي واحد كاتب لي يا عم اتقي الله، يا عم انت بتعلم الحراميه. يا حبيب قلبي ما هو انت لو دخلت، معلش سامحني في الكلام، لو انت دخلت عند الراجل اللي هو بيعلمك ازاي، لو انت في ورطه وعندك باب شقتك مقفول وفي ورطه بيعلمك ازاي تفتح باب شقتك من غير ما تخسره او من غير ما تروح تجيب واحد، يعني في واحد بيقول لي انا دفعت $600 علشان واحد يجي يفتح لي باب الشقه بتاعتي ويغرمك، انا بعلمك الكلام ده عشان تفتحه بايدك من غير ما تجيب حد ومن غير ما تعور الباب او تجرح الباب، ماشي؟ خش شوف عندي في القناه، اكيد اللي بيعلمك الكلام ده اكيد مأمن الطرق دي، عامل فيديو قبل كده انك عملت اختراع كده، جهاز انذار صغير كده بحاجات بسيطه، تكلفه بسيطه، وعامله قبل كده عندي القناه، خش شوفه. عامل برضو واحد قال لي انا بسافر حتت بعيده وعندي شقه في مكان بعيد، عملت برضو طريقه برضو عشان الناس اللي عندها شاليهات وشقق وحتت في اماكن بعيده، عملت لهم فيديو ان انت لو سبت مكان او سبت الشقه دي فتره طويله، عملت له فيديو انك تامن نفسك من غير ما الحرامي يقدر يلمس الباب. والله عامل كل الكلام ده والاقي برضه سب وشتم. انا والله العظيم ثلاثة ما كنت هطلع اعمل الفيديو ده، ولكن الناس والحاح الناس عليا بيطلبوا مني الفيديوهات دي. انا مش بعملها كده، لا ده انا عندي فيديوهات كتيره جدا كتيره جدا جدا، وعندي طرق بستخدمها بس في الانتساب. يعني انت لو عايز طرق تانيه غير ديت انا بعملها، مش عايز اطلع افصح عنها علشان برضو وفي ناس بتزعل وفي حاجات كتيره انا بخاف ربنا فيها، انا ممكن افتح الباب من غير ما اعمل اي حاجه. فدي بعض الطرق اللي انا بدي لك شويه من الطرق اللي انا بعملها او اللي احنا بنبقى عارفينها كفنيين او كصنايعيه عارفين المهنه ديت، بدي لك حاجه اللي هو الحرامي ما يقدرش يعملها، الحرامي ما يقدرش يجرب الحاجه دي. ليه؟ علشان هتعمل ضجه وهتعمل دوشه هتعمل صوت. فبالله عليك بالله عليك لو مش هتكتب تعليق كويس بيرضي الله ويرضي ضميرك، او يعني خش عندي في القناه يا سيدي، خش عندي في القناه وشوف وتصفح، شوف الراجل اللي عامل الفكره دي ما اكيد عامل لها ضد، عامل لها فكره تانية ان هو يامنها. خش يا عم دور، خش وشوف قبل ما يعني ترمي الناس بالباطل، وقبل ما ترمي تعليقك وتمشي. انت بترمي تعليقك وتروح تنام، انا بقعد اقرا التعليقات كلها، الاقي واحد بيسب الدين، ولا واحد بيشتم، واحد بيعلم الحراميه، واحد مش عارف ايه، واحد بيقول ايه، واحد بيقول ايه. طب ليه يا جماعه تقول لا؟ يعني انت كل كلمه وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يعني هتتسال عن الكلام اللي انت. مش عايز اطول على حضراتكم ياما، النهارده باذن الله هنتكلم برضو، لان الفيديو اللي فات بسم الله ما شاء الله الفيديو ضرب وفي ناس كتيره سالتني. لو انت عايز اي فيديو خش عندي في سلسله طرق فتح الباب بدون مفتاح، هتلاقي كل اللي انت عايزه، هتلاقي كل حاجه. خش على القوائم وخش على سلسله طرق فتح الباب بدون مفتاح، هتلاقي كل اللي انت عايزه صدقني. بدل ما اقسم بالله هسيب السلسله دي وابتدي اروح بقى لللومض والالكترونيات والحاجات دي. فركز معايا كده، انت عندك طبله كمبيوتر، عملنا الفيديو اللي فات بالمفتاح العادي، عملنا اللي هو المفتاح العادي ده وفتح والحمد لله الفيديو ضرب وعمل ضجه جامده ويلا الحمد لله. النهارده واحد قال لي او ناس كتير اجمعت وقالت يا محترف احنا عندنا مفتاح الكمبيوتر،
وفي ناس قالت لي لو المفتاح من جوه، والله عامل الفيديو ده، والله عامله في فيديوهات كتير عندي. طيب ده مفتاح كمبيوتر، لو انت دلوقتي نسيت مفتاحك او مفتاحك ضاع او حصل لا قدر الله اي ظرف، باذن واحد احد اخليك تفتح باب شقتك بدون ما تعور الباب، بدون ما تعمل اي مشكلة، بواسطة الجلدة اللي حضرتك شايفها، جلدة مية او جلدة حنفية او اي جلدة زي ما حضرتك شايفها كده، هنفتح الباب من غير ما نجرحه. عايزك بس اهم شيء تحط لايك وتصلي على حبيبي وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات، عشان انت تاخد حسنات وناخد حسنات. كترت عليكم 5 دقايق كتير، معلش انا اسف. يلا بينا نشوف الطريقة العملي. طيب جينا دلوقتي شباب للطريقة العملي. معانا المفتاح هو بتاع الكالون الكمبيوتر اللي بيخش بالعرض، هنقفل بالتكات زي ما حضراتكم شايفين كده وهنخرج المفتاح. تمام، المفتاح ده وليكن ان هو ضاع مننا ومش لاقيين. طيب علشان برضو الناس اللي نفوسها ضعيفة وبتقولك هو نفس المفتاح، فانا هحط لك المفتاح ده هنا كده علشان يبقى قدامك طول الفيديو. وهنجيب اي مفتاح تاني يا شباب ما يكونش بتاع الطبلة، اي مفتاح، لازم بس يكون ان هو بيخش كده في الكالون. هيفتح؟ لا مش هيفتح، بس احنا هنخليه يفتح بفضل الله وبالصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على حبيبك النبي علشان انت تاخد حسنات واحنا كمان ناخد حسنات. واحد برضو تاني هيقول لي انت بتعمل من جوه يا محترف، انا حبيب قلبي شايل لك الاكرة بكل حاجة علشان انا عندي مفيش مساحة بره للتصوير، فاعمل لك الكلام ده من جوه كأنك من بره بالظبط. مفتاح مفيش اي وسيلة فتح تاني غير المفتاح اللي هو معانا ده، مفتاح الاساسي هوت، وده المفتاح اللي هو اي مفتاح هيخش بس في الكالون بس مش هيفتح. صليت على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. هنحتاج ايه تاني؟ شايف ايه دي؟ دي جلدة انبوبة او جلدة حنفية، ايا كان يعني اي جلد عندك تجيبها. وهنجيب المفتاح اللي ما بيفتحش وهنركب الجلدة دي هنا كده بحيث ان هي تمسك في الصدادة. ركز معايا، شايف دي اسمها صدادة اللي هي في نهاية المفتاح، دول صدادات، فهنحط الكاوتشة كده بحيث ان هي تقف عند الصدادة. تمام، في ناس برضو بتقول لي يا محترف ساعات الجلدة دي بيكون رفيعة، هنجيب جلدتين ونركب المفتاح بتاعنا زي ما حضرتك شايف كده، واهم شيء يكون الصدادة على الكاوتش او الجلدة. صليت على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنجيب اي زرادية او اي بنسة او اي شيء ندق بالمفتاح بيه. تمام، هتمسك المفتاح كده وتبدأ تدق زي ما حضرتك شايف كده. لقيت المفتاح فلت ودخل جوه، هنرجعه سنة ونتأكد ان الكاوتش موجود عند الصدادة اهو، بسم الله. وايدك في نفس الوقت تكون ضغطة على المفتاح علشان اول ما يلقط معاك يفتح معاك الباب. طبعا مش شرط تعمل معاك من اول مرة او من تاني مرة، حاول لحد ما تيجي معاك وتلقط معاك اهو، بسم الله. جابت معانا اهي سنه، خدت بالك؟ فتح معايا سنه، ادي اول سنه، خلي بالك لانه هيرجع يقف تاني كده. المفتاح رجع واقف تاني اهو، مش راضي يفتح اهو. تمام، هنرجع بقى الكاوتش تاني كده زي ما كان ونبدا نخبط تاني اهو. جاب معايا على طول المره دي، يفتح السنه التانيه. الطبله دي عندي سنتين ورفاص، فاضل كده نتاكد الرفاص بس. هنطلع المفتاح ونتاكد من الكاوتش على الصداده وندي الخبطه بتاعتنا اهو، جاب معايا. صليت على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اهو، فتح معايا الباب. مفتاح الاصلي لسه موجود قدام حضرتك، لا سحر ولا شعوذة، ده تكنيك فني وده شغل وحاجات يعني تدرس بفلوس، بكورسات بفلوس، ولكن بقدمها لحضرتك لوجه الله علشان اساعد حضرتك فيها. يا اما كده يا اما هلغي كل الفيديوهات واعملها في خاصية الانتساب، يعني تدفع عليها فلوس علشان تخش تتفرج عليها، فانا عاملها لك
مجرد ان انت تتفرج عليها مجانا وتدعي لي دعوتين كويسين لوجه الله عز وجل، وتنزل في التعليقات تاخد حسنات وتصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طالب منك طلب قبل ما تمشي وتسيب الفيديو، خدت المعلومة عايز تمشي؟ لا، عايزك تقول لي في التعليقات اكمل في السلسلة دي ولا اعملها خاصة بفلوس. وانا الكسبان، والله صدقوني انا الكسبان. يعني في ناس بتكلمني على الخاص عايزة تدفع بالدولارات علشان اقول لها الافكار دي، مش بديها لاي حد. فانت قول لي في التعليقات اخلي الفيديوهات دي عامة ولا اعملها خاصة للي محتاجها بس، ولكن حضرتك هتدفع فلوس علشان تشوف الفيديوهات دي. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم، وقولوا لي رأيكم في فكرة النهاردة، ورأيكم في التعليقات السلبية اللي بتجيني، وأعمل إيه. كان معكم أخوكم محمد السيد من قناتكم قناة المحترف، ألقاكم في حلقات أخرى إن شاء الله إلى هذا الحين. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.